موسم دراسي جديد على الأبواب، يصاحبه افتتاح 25 مؤسسة تعليمية جديدة بجهة بني ملارخ نفرع، مبادرة هدفها توسيع العرض المدرسي بالجهة. توسيع التعليم الأولي بإضافة أكثر من 200 قسم جديد لتجاوز عدد الأقسام بالجهة 1400 قسم للتعليم الأولي، وبالتالي أيضا ستكون هناك انعكاسات مباشرة على التحصيل الدراسي الذي يعتبر جوهر مشروع خارطة الطريق التي ستعتمدها اليوم الوزارة في أفق الموسم المقبل. مليار درهم فاصلة 8 ميزانية مالية تخص بناء 25 مشروعا جديدا، منها 7 مدارس ابتدائية و5 مدارس جماعاتية و6 مؤسسات إعدادية و3 مؤسسات ثانوية تأهيلية و4 داخليات. كما سيشهد العام الدراسي الجديد افتتاح 33 مطعما مدرسيا و153 وحدة للتعليم الأولي. اليوم عندنا أكثر من 200 من أطر الإدارة التربوية التي تعينوا في الدخول المقبل، وأيضا أكثر من 1400 من الأطر الأكاديمية في إطار التوظيف الجهوي. مشاريع غطت 100% من مؤسسات التعليم الابتدائي في مختلف الجماعات بالجهة، مع معدل يقارب 88% فيما يتعلق بتغطية جماعات الجهة بالمؤسسات الثانوية الإعدادية.